غير المغرب. هنا يبان الضعف، من هنا تعرف الضعف. انا جامي شفت الملك محمد السادس دار خطاب وهضر بالسوء على الجزائر، جامي. ملي جات البون جامي شفت الملك محمد السادس دار خطاب وقال هادو الجزائريين راهم يجروها لنا وراهم يديروا لنا الفتنه. عمري توجر يد المساعده وتوجر مسالم. هنا تعرف تربيه الملوك، هنا تعرف بلي مالك ابن مالك. الشعب المغربي يكون كل المودة والمحبة للشعب الجزائري، واللي ما أمنيش ونفس الشيء، واللي ما أمنش يشوف وصرا في المغرب نهار اللي دينا لكم دخلي في الرباط في الدار البيضاء في وجدة. شعب حبنا بل حبيت نهضر على عادل عمروش المدرب تاع منتخب تنزانيا. عادل عمروش ها واش ربحت؟ ما ربحت والو. اليوم حرجوك في الندوة الصحفية، ردوك صفر أحمر كاع لي كولير تخلطوا فيه وجهك وليت محرج. زيد الاتحاد التنزاني اللي راه مخدمك اصدر بيان قال لك حنايا التصريحات نتاعو بارئون منها، يعني هذه يعني عبوك يعني تكمل كوب دافريك هذه معاهم ينفسخوا العقد معاك وما تزيدش تدرب معاه عندهم مدى الحياه. الخوت السلام عليكم. اخيرا الاتحاد الافريقي يعاقب المدرب الجزائري عمروش الذي اساء للمنتخب الوطني المغربي وللجامعه الملكيه المغربيه. قبل ما نمشيو نشوفوا التفاصيل ديال هذا الخبر غادي نخليكم مع هذه المجموعه ديال الفيديوهات بالي اللي غادي نردوا بها على واحد المدلول اللي كيبغي يلعب علينا العشرة ويغمق علينا بواحد البلعه ديال الفيديوهات قدام ولا هذا. شوف معايا هاد الفيديوهات المدلول وباقي كنسناك انك يعني تجاوب واش كاين شي قناه رسميه مغربيه كتخرج سي الجزائر بالي. وهاد الجواب راه كاين جزائريين جاوبوا عليه. واسمع معايا هاد المجموعه ديال الفيديوهات، اسمع معايا كذلك اول خروج ديال صوفيا باللمان اللي كتشكر النظام الجزائري. يعني ما فهمتش انا، سيده مشات اساءت الى دوله ورجعت وكيرحبوا بها وكتشكر البيلوطو وكتشكر واحد ما فهمت والو. الجزائر بلادي الشان والهمه وشعبها قمه، ونشكر كل جزائري تحيروا عليا والحمد لله فاتت في احسن ظروف. كانت عندي اكزامات دوسي عند السلطات الايفواريه يعني في وزاره الداخليه لا بي اس دي، قعدت معاهم 50 ساعه يعني يومين، اليوم الاثنين اللي رفضوني على الساعه 7:30 امام الملعب، داروا معايا اجراءات، تفهموا معايا ان هذه الفيديو كانت للشعب الجزائري حتى يحمد ربي والنعمه اللي راهي يتمتع فيها في ارض الوطن، ارض الشهداء، ونتمنى حظ موفق للفريق الوطني، والمشجع الجزائري لازم يبقى دائما وفي، ونشكر جيت في البول تاع الصباح، في هذا البول تاع من ميسيكو 11:00، اشكر الطاقم التحكيم، اشكر الطاقم الخطوط الجويه الجزائريه وعلى راسهم كومون بوبور. شيف كابين، المضيفات، المضيفين، يعني السواري في زوكيس، كبروا بيا ربي ان شاء الله يكبرهم في طاعته، عطوني كلاس بيزنس حاجه ما خصتني، امقوني، ما كان حتى اجراءات بعدها، نزلت عادي في الدوله الجزائريه عادي في بلادي، اجراءات عادي. سمعتوا؟ مشات سبات دوله وشعب ورجعات في الكلاس بيزنس، ردوها كما كتسمعوا. شي حاجه اكثر من هذه؟ ما فهمت والو. المهم شوفوا معايا هذه المجموعه ديال الفيديوهات، كذلك تشوفوا معايا الفيديو ديال ايفواريين كيفاش كيتكلموا اللغه العربيه بالطلاقه، لانهم كيتهموا المغاربه هما اللي ترجموا لهم، وما عندهم ائمه، عندهم ناس يعني يتقنون اللغه العربيه 100%. شوفوا معايا المجموعه ديال الفيديوهات ونمشيو للتفاصيل. هنا تعرف تربيه الملوك، هنا انا يا عارف الجزائر وين وصلت وعارف المغرب وين وصل. عندي ربعه تاع ليشان تاع المغرب في داري في وهران وين نسكن انا، عندي دوزام، عندي المغربيه، على بالك ندير حصص رسميه؟ عمري في حياتي ما شفتهم هضروا على الجزائر. بصح كي ندير انا ليشان تاعنا تاع الجيري وكل شيء نلقى 95% من لي سيجي ديسكسيون تاعهم غير على المغرب. هنا يبان الضعف، من هنا تعرف الضعف. انا جامي شفت الملك محمد السادس دار خطاب وهضر بالسوء على الجزائر، جامي. ملي جات البول جامي شفت الملك محمد السادس دار خطاب وقال هادو الجزائريين راهم يجروها لنا وراهم يديروا لنا الفتنه. عمري توجر يد المساعده وتوجر مسالم. هنا تعرف تربيه الملوك، هنا تعرف بلي مالك ابن مالك. Ah, ça cette mosquée, c'est le roi marocain qui l'a fait. C'est quoi le nom de la mosquée? C'est mosquée, c'est le nom, c'est le nom même. Ah, la mosquée, Mohamed VI. Ah là, elle est là. C'est le mar, ouais. Achel Malik, elle a construit une mosquée au plein Abidjan. Elle est grande, hein? Ouais. علاش جبتها لعمرك هضره زايده؟ روح خدم في الميدان. دوك علاش لي حبيبيين روحوا ولا ما باش يهضر على القجع؟ حبيتوا تردوهن طرزوا، حبيتوا تردوهن على مشغول، ما كان والو القجع ما عنده لا نفوذ لا والو، السيد خدام يخدم بلادو، النتائج تاع المنتخب بلادو،
وصل الدمي فينال كوب دافريك سي محمد دمي فينال كوب دي موند سي محمد بيان سور يقيمو في افريقيا وبصح باش تقول لي عنده نفوذ يغير نتيجه تاع مباراه ولا يغير توقيت تاع مباراه ما شكيتش هذه خاطر كان جات عنده نفوذ يغير نتيجه تاع مباراه كانت الاهلي ما تجيش لكازابلانكا تدي لا كوب دافريك وتروح تديها للوداد وتروح فهمت السي عمروش ما تحبوش ما تخليوناش نحسوا غير اللي حبيبي نروحوا زعما يحب يدراكي النظام الجزائري باش يعطي له كاش منصب ولا يقطع في المغرب باش يعطي له منصب يحب يبين روحه للنظام بلي انا راني هنايا نسب المغرب هادي خلونا ما خلينا من عقليه تاع دراري صغار انتوما قايات النهار كيف كيف راكم من الكاف والقجاع الكاف والقجاع والفاسد انتوما هذيك القناه بيت الماء هذيك اللي راكم قاعدين فيها المدير نتاعه فاسد راه في الحبس كيف تهضر لي على القجاع وتقول لي فاسد انتوما المدير تاع القناه نتاعكم راه في الحبس على الفاسد جاي يخلي الناس يين المدير نتاعكم السراق الفاسد اللي راه مضروب ب 20 سنه حبس جاي تهضر لي على القجاع اللي بعيد عليه خدموا كان عندنا راجل خدام حاربته حتى نحيته الحجر وراوه ودوك قاعدين تبكاو علينا كي العايرات الله لا يرفد عليكم الله لا يرفد القجاع راجل اللي يحب بلاده ويخدم بلاده ونستار به ما انتم تكرهوا بلادكم انتم تحبوا شواكركم انتم تحبوا ترفدوا القبه لشواكركم اما لا دروق مدرب فاشل ظلوا نهار ترفدوا له في القبه البارح تبهديله يا دين الرب مع انقولا ما كانش راجل فيكم خرج قال هذا المدرب لازم يروح باقي قاعدين ترفدوا اخيرا ظهر الحق وزهق الباطل الاتحاد الافريقي لكره القدم يوقف المدرب الجزائري عمروش مدرب منتخب تنزانيا لثمان مقابلات وغرامة مالية ديال 10,000 ديال الدولار والاتحاد التنزاني يعوضه أي يغيره بالمدرب حميد موروكو بالي مدربا للمنتخب الأول خلفا لعمروش وانت جبتيها في راسك السي عمروش لأنك تطاولت على الكرة المغربية على المنتخب الوطني المغربي الذي وصل للمربع الذهبي عاود حتى المربع الذهبي عوصل له يعني بسبب الرشاوي ديال القجع ولولا الظلم التحكيمي كنا نكونوا يعني حتى في النهائي ولما لا الفوز وغادي نخليك مع مواطن جزائري حر يعني كيقول الحق انسان حقاني كيقول الحق وغادي يشوفوا بزاف ديال الحوايج وفي هذا الفيديو يعني انا كنرد على واحد الخائن واحد المدلول اللي يصطاد في الماء العكير كيجيب شي فيديوهات وكيبغي يعني وهمنا ويبيننا ويبين اخوان الجزائريين على اننا حنا اللي ظالمين بالي كيجيب شي فيديوهات جاب دابا شي فيديوهات ديال المغاربه كيقولوا باللي الجزائر يعني ها حنا غلبنا يعني بحال اللي كيتشفاو فيهم لان هذا الشيء جا حتى على لسان الرئيس الجزائري طبون يعني غادي تشوفوا الجماهير المغربيه كيفاش دائما كانت متعاطفة وكتسوبورتي المنتخب الجزائري دائما حتى بقاو كيشوفوا الفيديوهات الأخيرة وبقاو كيشوفوا الإعلام الرسمي اللي كيشن واحد الحملة مسعورة على كرة القدم المغربية وعلى المغرب بصفة عامة وملك المغرب الشعب المغربي نورمال غادي تلقى شي تصريحات بحال هذه وكيبقى يقلب عليهم ويجيبهم زعما حنا اللي ظالمين فالي ولكن نتحداك نجيب لي الإعلام الرسمي وغادي تسمع جزائري حر كيفاش كيهضر على ملك المغرب وكيفاش كيهضر على القنوات الرسميه المغربيه ما عمرك تسمع كلام سوء من القنوات الرسميه ما تجيب لي شي قناه ديال الفيسبوك ولا ديال اليوتيوب وتقول لي سمع شوف نو انا كنقول لك جيب لي قناه رسميه انا من هضرت كنهضر على الاعلام الرسمي بلاطوات كلهم كما قال هذا السيد قال 95% كلشي القجاع المغرب ما نعرف شنو جيب لي شي حاجه بحال هذه ما تجيبليش انا القناه ديال الفيسبوك ولا هذا كيردوا على بعضياتهم الشعب كيرد على بعضياته واش فهمنا الاعلام الرسمي نتحداك بالي وهذا جوابا حتى على واحد السيد غسل لي شي فيديوهات مسيئه للمغرب وملك المغرب وكيقول لي هضر على سبتهم ليليه وهضر على الاساءه الملك بعدا ديال واحد من ستريما ديريتشا من اليمين المتطرف راه ردينا عليها كنا المغاربه اللي هنا راه ردينا عليها بالي وبالنسبه لسبتهم ليليه حتى هي كنهضروا عليها واش فهمنا راه كنهضروا على هذا الشيء هذا كامل ولكن كنهضروا على المشاكل ديالنا الداخليه كذلك انا اللي كنبغي نقول لك الاعلام ديالك خصو يهضر على المشاكل الداخليه ديالو شده في المغرب واحد كاتب لي علاش ما كتهضرش على هذا الشيء الاعلام ديالك واش ما عندوش مشاكل داخليه يهضر عليها وحنا نهضروا على المشاكل الداخليه اما الاعلام ديالك مدخل في المشاكل الداخليه ديالنا ومدخل في الصحراء المغربيه ديالنا هذا هو الفرق صاحبي انت اللي مرسل راسل لي هاد الميساجات انتما كتشوفوا الميساج ديالو اللي كان بغي يقول لك انا الاعلام ديالك يدخل في المشاكل الداخليه ديال بلادك
ماشي في ديال بلادي انا، ديال بلادي انا، ما عمري نهضر على الجزائر او على المشاكل الداخليه ديال الجزائر. حتى شفت هذا المدلول كيبغي يضحك علينا، احنا المغاربه دائما كيبغي يضحككم علينا، هذا كتصفقوا له فرحانين له، ولكن احنا في حاله اذا خرجنا ندافعوا على بلادنا كتجيو تقمعونا اما في التعاليق واما كتدخلوا عنا يعني الخاص. ما تهضروش، هضروا على هذه وهضروا على هذه، وقل الاعلام ديالكم يتكلف المشاكل الداخليه ديالكم. وداك الساعه حنا في حاله، انا بعدا كنهضر على راسي انا شخصيا، انا ما عمري كنهضر، ما مسوقش بالي، ولكن ملي كنشوف الاعلام الرسمي الدوله الخارجيه شكون ما بغات تكون غادي نخرج، سواء كانت تونس او مصر او الجزائر او اللي بغات تكون اي دوله، سواء عربيه او غربيه، غادي نخرج ندافع على بلادي فقط. اما باش تلقاني انا نخرج ونهضر انا على الجزائر شنو وقع لهم وشنو عملوا وانا نبقى نسير لهم وهذه ونبقى نفرق لهم يعني في الاراضي ديالهم في الوحده الترابيه ديالهم، لا، واش فهمنا غير باش تفهم وصافي؟ اما هذاك راه كيخلصوه باش يهضر. وانت المدلول شوف باللي حتى تبون الرئيس الجزائري حتى هو اعترف بالشعب المغربي ملي كان كيسوبورتي للجزائر، واش تفهمنا؟ حتى يعني الرئيس ديالهم اعترف بهذه القضية، ولكن الشعب المغربي مين شاف الإعلام الرسمي ديال الدولة وملعب والجماهير ديال الملعب كلهم كيسبوا يعني المغرب لارو غادي يتبدلوا، حتى واش كتبغي تضحك علينا ولا؟ المهم الخوت، كذلك ما ننساش هاد صوفيا بلامان اللي جراو عليها، خرجت في واحد الفيديو كتشكر النظام الجزائري على أنه جابها وكتشكر الربان ديال الطائرة، كأن النظام يعني فخور بداك الشيء اللي مشات عملت. واش تفهمنا؟ المهم نخليكم مع الفيديوهات باش ما نطولش عليكم بالكلام بزاف الخوت، وشوفوا الفرق. فيديوهات يعني هي كتكلم على راسها بلا ما نهضر انا بزاف، والفرق راه واضح، غير هو كنتمنى البارطاج ديالكم. قال لي لا انت كتقلب على المشاهدات، فوقاش لقيتيني انا كنقلب كنهضر على الجزائر؟ انا الجزائر كيبقى فيا الحال، ماشي الجزائر الاعلام الرسمي، اما انا الاخوه الجزائريين ما عندي معاهم حتى شي مشكل، وحتى هما كنظن كيتبعونا وما عندهم معنا حتى شي مشكل، ولكن انا كمغربي حقي نخرج ندافع على بلادي اذا كان شي واحد كيسيء لبلادي، كما انت يعني كتبغي بلادك وكتدافع على بلادك، واش تفهمنا؟ اما هاد القضيه ديال القمع لا، ما تهضرش وهضر على هادي، حتى واحد ما كيعطيني الاوامر، واش تفهمنا؟ المهم نخليكم مع الفيديوهات، راه الامور واضحه وضوح الشمس، غادي نتوما شوفوا وحكموا، والفرق راه واضح وباين. وعاد عرفت باللي انا عندنا واحد الملك عاقل، ربي خلينا وربي يطولو في العمر، راه هو في الخطابات ديالو، انت الملك اللي كتبغي تضحك عليه في الخطابات ديالو كله كيقلم كيقدم يعني اليد ديالو للجزائر وكيطلب منهم على ماشي نو انا يعني كاين شي حوايج اللي ما نقدروش هنا نبقاو نهضروا فيها، راه الامور واضحه، وهنا راه النظام الجزائري وهذا راه كيتفضح هادشي اللي كيعمل، والمغرب ما يطيحش لهذا المستوى. وانا قلت لك كنعاود تحداك تجيب لي الاعلام الرسمي كيهضر على الجزائر او على شي حاجه كتعلق بالجزائر بالسوء. انا ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع هاد المجموعه ديال الفيديوهات، تهلاونا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.